أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اليمن أصل الحكاية. في الحواضر السياسية والاقتصادية للذات اليمنية كانت تلك الحواضر محط اهتمام المركز السياسي للحضارة اليمنية في مراحل ازدهار الحضارة على وجه التحديد. ثمت مؤهلات جعلت العديد من المدن اليمنية والمناطق منطلقات حضارية للكيان اليمني في العصور القديمة أو حتى في العصور الوسطى قبل أن تدخل اليمن دائرة الارتباك والتراجع الحضاري بسبب عوامل داخلية أخطرها الإمامة والسلطنات، وبسبب عوامل خارجية أخطرها الاحتلال الأجنبي أو الاحتلال الفكري الذي جاء على هيئة أفكار من خارج الذات اليمنية والهوية اليمنية. مست الشخصية اليمنية في صميم الحضارية هذه الأفكار، وبالذات الانطباعات التي تكونت والسلوك الذي أنتج عن هذه الأفكار، وأيضا جملة من المواقف الاجتماعية والسياسية. الشخصية اليمنية شخصية مقبلة على الحياة. الشخصية المقبلة على الحياة عمل ثنائية التاريخ والجغرافيا على صقل مثل هذه الشخصية، وكانت أبرز المؤهلات السياسية والاقتصادية للعديد من الحواضر والمناطق في اليمن هذه الثنائية، ثنائية التاريخ والجغرافيا، والتي بسبب هذه الثنائية كان لها حضورها في جدول أعمال التاريخ اليمني والحضارة اليمنية أيضا. في شبوة حفرت ثنائية التاريخ والجغرافيا في مراحل تاريخية عديدة، والأمر هنا لا يتعلق بجغرافيا الأراضي الظاهرية، أيضا للأمر علاقة بالجغرافيا الباطنية كان لها حضورها، وبالذات عندما أصبحت شبوة في العصر الحديث أهم من الروافد الاقتصادية للكيان اليمني. سميت محافظة شبوة نسبة إلى مدينة شبوة التاريخية عاصمة دولة حضرموت. هذه المدينة تقع في مديرية عرماء بين وادي العطف ووادي المعشار، وقد أثبتت الدراسة التاريخية أن الإنسان عاش في هذه المنطقة منذ ما يقارب 4000 سنة بحسب المرجعات التاريخية، وكان أول مسكن الإنسان الأول في مدينة شبوة، أي بداية تأسيس المدينة حوالي 1950 سنة قبل الميلاد بحسب المرجعات التاريخية، وكانت أيضا عاصمة تجارية وسياسية وزراعية تحيط بها الحقول الزراعية، تحيط بها قنوات الري على امتداد واسع يصل أحياناً إلى طول 15 كيلومتر، وأيضاً عرض مسافة معينة. محافظة شبوة أيضاً تعتبر من أهم المحافظات تاريخياً اقتصادياً زراعياً لعوامل كثيرة، لكن أبرز هذه العوامل خصوبة أوديتها واتساع مراعيها وموقعها المهم من الطرق التجارية قديماً. من الناحية التجارية كان لها حضورها أيضا، بالذات وقوعها على الطرق التجارية. من الناحية التاريخية كان لها حضورها التاريخي الذي تداخل مع الجغرافيا، حيث نشأت على ضفاف أوديتها عدد من الحضارات التي أثرت في التاريخ اليمني القريب، وخلفت لنا شواهد ظلت مآثرها حاضرة في ذاكرة التاريخ اليمني، ومن بينها العديد من الدويلات التي كان لشبوة علاقة وثيقة بها. وهذه الدويلات نبرز عدد منها: دولة حضرموت. دولة حضرموت من الدول اليمنية القديمة، وهي بدأت في سنة 1020 قبل الميلاد بحسب المرجعات التاريخية، وانتهت في حوالي 225 ميلادية. اتخذت من مدينة شبوة عاصمة لها، ومن مدنها أيضا هجر الناب، هجر البربرة أو هجر البريرة، ميناء قناة، وقد أرخ ملوكها ودونوا في كتاباتهم على صخرة ضخمة في منطقة تسمى جبل العقلة، وتعرف اليوم بنقوش العقلة، وهي خاصة بتتويج ملوك شبوة عبر التاريخ، تشبه إلى حد ما الذاكرة السياسية أو المتحف السياسي الصخري الذي دون حياة الملوك في تلك الدولة. دولة أوسان. دولة أوسان من أقدم الدول في محافظة شبوة، وبحسب المرويات التاريخية بدأت في أوائل القرن الحادي عشر قبل الميلاد، وكان مركزها الرئيس وادي مرخة، ويحتمل أن عاصمتها الأولى هجر بوزيد بحسب المرجعات التاريخية، وهي موجودة في مرخة السفلى، ثم انتقلت العاصمة إلى هجر الناب، سيطر عليها القتبانيون مبكراً، فانتقل الأوسانيون إلى السواحل الأفريقية على البحر الأحمر، بينما تركز القتبانيون في تلك المنطقة
وأيضا تركز الأوسانيون في باب المندب وأطلق عليها بالسواحل الأوسانية. دولة قتبان من الدول اليمنية القديمة التي اتخذت من تمنع عاصمة لها، وهي حاليا هجر كحلان، وتقع تمنع في مديرية عسيلان. وهذه المدينة بها معابد كثيرة قد تصل إلى 60 معبد، تم الكشف عن 2 منها بحسب تقنيات البعثة الأثرية الإيطالية. دولة قتبان بدأت في الظهور في القرن 10 قبل الميلاد تقريبا، استمرت حتى بداية القرن 3 الميلادي. من مدنها المهمة هجر بن حميد، وكانت تسمى بذات غيلم، وهي العاصمة الثانية للدولة. هجر حنو تسمى هجر حنو الزرير، وهي من المدن القتبانية التجارية المهمة جدا والحيوية، وتقع في مديرية عين. اشتهر القتبانيون بالتجارة، اشتهروا بالزراعة، هما بحسب المرويات التاريخية أول من استخدم الآبار في ري الأرض، هم أيضا أول من سنوا القوانين التجارية، وأيضا القانون التجاري القتباني موجود حاليا وسط سوق شمر في مدينة تمنع. سنوا العديد أيضا من قوانين الري، وأيضا سنوا مواد قانونية تحدد كيفية التجارة وما يتوجب عمله تجاه القوافل والتجار والضرائب وغيرها. أيضا سنوا العديد من القوانين المتعلقة بأصول التجارة في ذلك الوقت. من أيضا الدولة الرابعة في شبوة التي كان لها علاقة بشبوة هي دولة اليزنيون. سكن اليزنيون في وادي عبدان، وهي مديرية نصاب وكذا كدور، وفي مديرية حبان، وعاصمتهم مدينة حنة، ومن أهم مدنهم الخيالة، ومن مخلفاتهم نقش عبدان الكبير في أسفل وادي عبدان. أرخوا فيه تاريخهم، غزواتهم، انتصاراتهم. يعتبر أيضا من أكبر النقوش اليمنية القديمة في أهم المدن التاريخية والأثرية، والتي لا تزال أيضا تتحدث عن مآثر اليزنيون. مدينة شبوة القديمة هي أيضا تقع في مديرة عرماء، تبعد عن عتق مركز المحافظة حوالي 115 كيلومتر شرقا، وهي عاصمة دولة حضرموت. سكنها الإنسان منذ 1950 سنة قبل الميلاد، واستمر السكن بها حتى يومنا هذا، وهي تعتبر من إرث الدولة الحضرمية. لا يزال فيها قصر شقير، معبد الآلة، كان يسمى معبد الآلهة سي، وهو كان يسمى ذو عليم، أكثر من 100 بيت في الداخل. أيضا يوجد فيها من الكثير من الآثار، بالإضافة إلى البيوت الطينية الواقعة خارج سور المدينة الرئيسية، معالم كثيرة جدا من المعالم الحضارية الجميلة التي لا تزال موجودة داخل شبوة القديمة. يوجد بها أيضا منجم للملح الصخري، والذي لا يزال استخراجه حتى هذا اليوم. تمنع أيضا أو هجر بن هجر كحلان هي العاصمة التاريخية للدولة القتبانية، تقع أيضا في مديرية عسيلان، وهي تبعد 170 كيلومتر غرب عاصمة المحافظة الحالية عتق. هذه المدينة يقال أن بها أكثر عدد من المعابد، وبحسب الرواية التاريخية أنه لا يزال موجود فيها سوق شمر، وهو أضخم الأسواق في العصور القديمة، وأيضا أكثر من وجدت فيه المآثر والقوانين التجارية، وأيضا ما اشتهرت أو ما يمكن أن نسميها بأول أعراف متعلقة بالتجارة في تلك اللحظة. هذه هي المآثر وهذه الانطباعات عن شبوة وعن حضور ثنائية التاريخ والجغرافيا، بالإضافة إلى وجود العديد من الحصون، وجود العديد من العلامات الحضارية، وجود العديد من النقوش، وجود العديد من اللوحات التي لا تزال تفصح عن هذا الإرث الحضاري الكبير الموجود، سواء كان في بيحان، سواء النقوش الموجودة في منطقة العين، أيضا النقوش الموجودة في كثير من المناطق مثل عسيلان، والتي تعكس عن هذه الرباعية المهمة جدا التي اشتهرت بها شبوة. مشاهدينا الكرام، هنالك العديد من المرجعيات التاريخية التي بإمكان الباحث أو المشاهد الشغوف بذاته وحضارتها اليمنية أن يتوسع فيها، ولعل أبرزها وصف جزيرة العرب لأبو الحسن الهمداني، وأيضا تدوينات خيران محسن الزبيدي وهو مدير عام الهيئة العامة
للآثار والمتاحف في شبوة. سنذهب وإياكم كالمعتاد لمشاهدة مناظر تاريخية من شبوة تعكس هذا الإرث الحضاري الكبير، مصحوبة بأغنية من التراث الشبواني. ودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القديمة، بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على ملكوت حمير. يا رويحة يا خلي يضاني مرقل واني الروحة جاني حيث نفرح ونسعد، أح يا خلي كملي.